لعلكم أيضا تتحدثون كما طلب السائل عن أهمية دور الأب في تكوين وبناء الأسرة، وكيف يكون الأب قدوة لأبنائه. هي أظن أن عندنا يوافق اليوم العالمي للأب. نعم اليوم، اليوم نعم نعم توهم حاطينه، ولا حاطين للأم ونسونا. لا حطوا للأخ بعد ولا الأخت بعد، يمكن للجيران قريب إن شاء الله. أي أنا أعرف يوم الأم هذا من قديم، وحنا نقول وين يومنا؟ ما عطوك يوم؟ عطونا يوم. طيب يا أحبابي، الأب هو منشئ الأسرة، وهو القائم عليها، وهو المسؤول الأول فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة رعيته في بيت زوجها راعية ومسؤول عن رعيتها. فالرجل في المدرسة، يعني في مدرسة الأسرة، كأنها المدير. صحيح. والزوجة المدير المساعد أو الوكيل. نعم. ولكل منهما عمل يلائمه. والله تعالى أمر ببر الأب وبر الأم، وجعل نصيب الأم من البر أكثر من نصيب الأب. والسبب أن الأم قدمت أكثر مما قدم الأب. فالأم حملت ووضعت وأرضعت وحضنت وأشفقت، ولا تزال تشفق على ولدها. واحد من إخواننا مهندس شايب، أمه ذات آخر: وينك يا فلان؟ يقول: شد الحين أنا شايب وعيالي متزوجين، لكن تراني عند أمي بزير. تو لازال طفل، توني تسأل عني وين رحت وين جيت؟ بسم الله عليه، وش في تأخر وش في كذا. وكذلك الأب، لكن الأب أقل من الأم في مثل هذه العنايات. فالأب يا إخواني بره عبادة عظيمة، وعقوقه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. والأب هو المربي الأول، وإذا اجتهد في تربية أبنائه فهو مثل الذي يجتهد في زراعة حقله ونخله، يقطف الثمرة. وإذا قصر فإنه أول من يجني نتيجة تقصيره. ولهذا نقول للأب: احتسب جميع ما تفعل مع الأولاد، واعلم أن ذلك لن يضيع. جميل. وأن الله تعالى يجعل لك به الثواب العظيم في الدنيا والآخرة. والآن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، إحدى ثلاث: منها ولد صالح يدعو له، يدعو له ولد صالح يدعو له، هذه نعمة نعمة. ويؤتى بالإنسان يوم القيامة ويوضع في منزلة في الجنة ويقول: يا ربي عملي ما يوصلني إلى هذا. فيقول الله: بلغتها باستغفاري ولدك الصالح لك. نعم يا أخي.